قديم إبراهيم، عضو مكتب التنظيم في فرع الفرات لحزب سوريا للمستقبل. هو كل ما يقال أو كل ما يروج من طرف تركيا عن المنطقة الآمنة هي علما وحقيقة وواقعا وعلى أرض الواقع هي محققة في مناطق شمال شرق سوريا بفضل الإدارات والمؤسسات القائمة والفاعلة بجهود أبنائها في شمال شرق سوريا، وهي مؤمنة كافة الخدمات على كافة الأصعدة للمناطق المحررة من شذاذ الآفاق ومن داعش، وأيضا للوافدين من الداخل السوري بغض النظر عن المذهب أو المكون أو المنطقة الذين أتوا منها. إذن الخدمات وحتى الأمن والأمان موفر لكل أبناء شمال شرق سوريا وكلهم سواسية كأسنان المشط. طبعا هذه حجة يلعبها الأردوغان كل ما ضاق الخناق به، أو بالأحرى كل ما هبطت الليرة التركية، هذه حجة هو يستثمرها. ونحن رأينا كحزب سوريا المستقبل إنما كل من يريد، أو الدولة التركية المتمثلة بحزب العدالة والتنمية وعلى رأسها أردوغان، كل من يريد التوسع في الدولة الجارة هي بمثابة انتحار وخطأ لا يغفر، كما فعل أردوغان بعزل عفرين من سوريا الوطن الأم وجعلها تعيش يتيمة بلا أب ولا أم. ولكن هذا لم يبقى الوضع كذلك كما هو يروج. نعم. ليس من حقها قولا واحدا لا من قريب ولا من بعيد. تركيا هي التي جلبت الإرهاب من كافة أنحاء العالم ووفرت لهم طريق العبور وحسن التجمع، وحتى الذين كانوا يصابون في المعارك الدائرة كانت في مناطق شمال شرق سوريا كان يذهبون من وإلى ويتعالجون في المشافي التركية وثم يعودون إلى ساحات الوغى ثانية. إذن من الأجدر، ونحن كحزب سوريا المستقبل نطالب بأن تكون المنطقة الآمنة تحت رعاية دولية وبإشراف التحالف الدولي والأمم المتحدة، إذن تركيا ليس لها أي حق وبأي حجة هي بمنظورها تريد أن توسع أو ترجع إلى الذهنية السلطنة العثمانية.